بصي يا حبيبة قلبي، انتي بتقولي انا شعري واقف ومش بيطول خالص، واقف عند طول معين، وجربتي كل العلاجات والزيوت حتى البلازما مفيش فايدة. اسباب عدم طول الشعر او ان النمو بتاعه واقف عند حد معين ليه اسباب كتيرة جدا. هل ينفع انا ابتدي اعمل حاجات واحط زيوت واخد علاجات من غير ما اعرف الاسباب؟ ما ينفعش. اولا بطء نمو الشعر او انه شعرك يقف عند حد معين بيرجع لحاجات كتير. اول حاجه لخبطه في هرمونات الجسم، عندك مثلا لخبطه في هرمونات الغده الدرقيه، عندك مشاكل في المبايض، تكيشات مبايض، عندك مثلا ارتفاع في هرمون الذكوره مثلا، عندك يسبب لك تساقط ويسبب عدم طول نمو الشعر، عندك نقص في الفيتامين والمعادن. من اهم الفيتامينز والمعادن دي زي الزنك والحديد وفيتامين د وفيتامين بي. كل الحاجات دي لو حتى عندنا نقص في حاجة من الحاجات دي، حاجة بسيطة، يسبب عدم طول للشعر. حالتنا النفسية مش مظبوطة، ما بنشربش مياه كويس، ما بناكلش كويس، عندنا توتر، عندنا قلق، كل ده من مسببات عدم طول الشعر او ان الشعر يقف عند حد معين، بيتقص بطريقة غلط. تمام. الاكل بتاعنا مش صحي. كل الحاجات دي من مسببات تساقط الشعر ووقف نمو الشعر. غير ان احنا كمان ممكن يبقى لتاريخ اسري عندنا عامل وراثي. الشعراية انا حتى عندي في الكورسات لما باجي ادي الدورة بتاعت الشعر بقول انه الشعر اللي فيها ليها فترة حياة، وقت الشعر بيتولد فيه بينبت وبعد كده بيبتدي يطول ويبتدي ينمو، وبعد كده يعني الشعراية بتمر بدورة حياة زي البني آدم سبحان الله، يعني ولادة ونمو وبعد كده موت وهكذا. تمام. حاجات بتستخدميها على شعرك كتير ممكن تكون مش كويسة، حاجات بتأذي شعرك، استشوار، بيبيليس، فرد، الكلام ده كله. طيب الحل ايه؟ اولا بس عايزة انوه عن حاجة، انا قبل كده نزلت فيديو قلت عن البلازما بالذات، يا جماعة بلاش ترموا فلوسكم في الارض. البلازما كبلازما لا ما بتعالجش، والنتائج بتاعتها نتائج وقتية سواء كانت في الوش او في الراس، وخسارة خسارة الفلوس ترموها على الأرض بجلسات البلازما، مش هتعمل حاجة. تمام. طيب لازم تعملي تحليل الأول هرمونات اللي أنا قلت عليها، تعملي تحليل الفيتامينز والمعادن، تشوفي أكلك كويس قوي، تحاولي تهتم بشعرك، اعملي تدليك لفروة راسك يوميا بإيدك، واعملي تدليك لفروة راسك ببعض الزيوت اللي أنا نزلت عنها قبل كده، مرة أو مرتين في الأسبوع تعملي تدليك وانت بتعملي حمامات زيوت. حاولي تستخدمي الحاجات الزيرو كيميكال، ابعدي عن الاستشوار والمكوى، واعملي تحليل المعادن والفيتامينز، وخدي